Hi grade 9 students, today we'll complete our lesson about resistors and this is the video number 5. The objective of this video is to find the equivalent resistance for resistors connected in parallel. First of all, احنا عمل revision عن شغلات درسناها قبل. حكينا عن resistor وقلنا resistor is a two identical terminals electric component. الresistor ما عنده positive وما عنده negative, مش مثل الترايسل. هو two identical terminals, عنده الterminals هني identical مثل بعض, designed to oppose an electric current, نعمل لحتى يعمل opposition للflow of electric current, ليعمل مقاوم للelectric current بقلب السيركوت ليقلل الelectric current. The opposition of the electric current and the resistor led to the liberation of heat thermal energy. هيدي المقاوم للelectric current بقلب السيركوت بقلب الريزيستور بتسبب انه يصير في عنا هيت, علشان هيك الاجهزه الكهربائيه اللي عنا بتحمى بتسخن نحنا بس ندورها لوجود الريزيستورز بقلبها. الريزيستور is characterized by its resistance. كل ريزيستور عنده resistance الخاص فيها. The electric resistance of a resistor is a measure of its opposition to the flow of electric current. من خلال resistance بنعرف قديش عنا opposition للflow of electric current. كيف بنعرف؟ لأنه resistor of high resistance opposes more current. كل ما اشترينا resistor عنده resistance أكبر فحيكون حيعمل opposition للflow of electric current أكتر لما نوصله بقلب السيركوت. كمان حكينا عن resistance of the resistor can be measured by an instrument called ohmmeter. الohmmeter should be connected in parallel across the terminals of the resistor in any order. هون اللي احنا كنا نقول بالفولت ميتر والاميتر, لما كنا عم نقيس الفولت والكرنت كنا عم نقول الكم لازم يكون وصل على النيجاتيف بول اوف ذا ترايسل. هون كان اذا احنا قلبنا التوصيلات كان عم يعطينا نيجاتيف ريدنج, لانه كنا نوصل الكم على جهه النيجاتيف بول اوف ذا ترايسل لحتى يعطينا بوزيتيف ريدنج, واذا قلبنا التوصيلات كان يعطينا نيجاتيف ريدنج. بينما بالاميتر لو انا قلبت الريزيستور ما بيعطيني نيجاتيف ريدنج, على طول بده يعطيني الانسر بالبوزيتيف, لانه اصلا نحن بنفصل الريزيستور عن السيركوت. لما انا بدي اقيس له ريزيستنس بفصله اصلا عن السيركوت. هيدا السيمبول للاوميتر. وعندنا الاس اي يونت للريزيستنس هي اوم. كمان حكينا عن الاومز لو, قلنا جورج اوم اكتشف انه اليو والار هن دايركت بروبورشن, يعني اذا اليو انكريز الار انكريز, اذا اليو ديكريز الار ديكريز. اليو الفولتج والار ريزيستنس. وكمان اكتشف انه اليو والاي هني كمان دايركت بروبورشن, كل ما زادت الفولتج كل ما عم نغير يعني البطاريات عم نزيد الفولتج, كل ما الكرنت كان عم بيزيد. اذا غيرنا البطاريات وصارت الفولتج اقل لاحظنا انه الكرنت عم بتقل, يعني دايركت بروبورشن. بينما الاي والار هني انفيرس بروبورشن, والدليل انه قلنا كل ما كبرت الريزيستنس بقلب السيركوت بقلب الريزيستور, كل ما اشترينا ريزيستور عنده ريزيستنس اكبر فالكرنت حتقل بقلب السيركوت, فهني inverse the proportion بعكس بعضهم. فمن هون اكتشف هيدا الرول اللي بتقول U equal R times I. ال U هي الفولتج, اذا احنا ما نطلع الفولتج على الريزيستور بنعمل U equal R times I. ال U الفولتج على الريزيستور, ال R resistance للريزيستور, وال I هي الكرنت. كمان اذا ما نطبق ال R equal نطلع ال R نطلع U over I. إذا بدي طلع أنا الـ I بحط U over R. فأنا الـ Ohm's Law بقدر طبقها كمان على اللامب, لأنه اللامب هو بقلبه ريزيستور. فلحنا بنقدر نطبق Ohm's Law اللي هي بتربط الـ Voltage مع الـ Resistance مع الـ Current. فحكينا كمان إنه في عنا connections للـ Resistors ممكن يكونوا موصلين in parallel, ممكن يكونوا موصلين in series. هون ال R1 وال R2 موصلين in parallel, بينما هون ال R1 وال R2 موصلين in series. ال R equivalent is equivalent resistance of a resistor that can be replaced by a group of resistors while producing the same effect. يعني ال R equivalent هو ال resistance لresistor, إذا أنا حطيته محل ال R1 وال R2 محلهم ما حيكون عطينا نفس التأثير بقلب السيركوت. كمان الـ R equivalent إذا أنا شلت الـ R1 والـ R2 حطيت ريزيستور عنده الـ R equivalent, يعني الـ equivalent resistance لإله هي تاعت الـ R1 والـ R2, فبيعطيني نفس التأثير بقلب السيركوت. فحكينا إنه نحنا لنطلع الـ R equivalent بالسيريس لما نكون موصلين in series شو كنا عم نعمل؟ كنا عم نعمل جمعهم. مثلا R1 هي كانت عم إذا 4 ohm
ال R2 هي 5 ohm فبتطلع ال R equivalent هي 9 ohm. يعني أنا إذا شلت ال R1 وال R2 حطيت resistor عنده ال resistance لإله هي 9 ohm هي ال R equivalent هتعطيني نفس التأثير بقلب السيركوت. وأكيد ما بدنا ننسى إنه اللي إحنا عنا هون ال connected in series ال R1 وال R2 connected in series مع ال dry cell. يعني بدي طبق ال law of addition of voltage إذا أنا عزته ال UPN equal UPA plus UAB plus UBC plus UCN. كمان لأنه الموصلين in series أنا ما بدي أنسى إنه أنا فيني طبق ال law of uniqueness of current إذا أنا اعتزت اللي هي ال I equal I1 equal لل I2. يعني ال current delivered by the dry cell equal the current passed through R1 equal the current passed through R2. هلا حنحكي على grouping in parallel. أنا معي هون resistor R2 ال resistance له هي 15 ohm مع resistor R1 resistance له هي 10 ohm. إذا أنا بدي أجيب ال R equivalent يعني معناتها أنا حطيت R equivalent بحالة ال parallel معناتها أنا وصلتهم in parallel لل resistors بهيدي الطريقة وصلتهم in parallel يعني عندهم two terminals in common. وصلت الاوميتر لشوف الايكوفالنت ريزيستنس عليهم لاحظت شو طلع لي طلع لي 6 اوم يعني ما طلع لي جمعهم مثل ما طلع معنا بحاله السيريس معناتها بالبارالل انا ما بجمعهم لطلع الار ايكوفالنت. فالار ايكوفالنت هو انه لما انا اقدر محل الار 1 والار 2 مع ار 1 10 اوم مع ار 2 او 15 اوم انا بقدر محله نحط الريزيستور ار ايكوفالنت عنده الريزيستنس ار ايكوفالنت اللي هي 6 اوم. محل الار 1 والار 2 انا بقدر احط ار عنده الار ايكوفالنت 6 اوم. طب انا كيف بدي اطلع الار ايكوفالنت؟ اكيد في رول لانه انا مش كل ما بطلع الار ايكوفالنت رح احمل اوميتر وشوف قد الار ايكوفالنت لهم. فحنتعلم الرول بحاله اذا موصلين الار 1 والار 2 موصلين in parallel. فبهيد هون بهيد الفيجر في عنا دراي سيل موصل مع الريزيستور R اللي عنده ريزيستانس R1 وموصل مع ريزيستور عنده ريزيستانس R2 they are connected in parallel. بدي جيب لهم R equivalent فبطبق الرول هي 1 على R equivalent بتساوي 1 على R1 plus 1 على R2. إذا أنا معي 3 resistors بزيد plus 1 على R3. إذا معي 4 plus 1 على R4. طيب هلا انه انا بقدر طبقها لطلع الار ايكوفالنت. في حاله عندي اثنين ريزيستور فيني كمان طبق الرول ار ايكوفالنت دغري بتحطها هي ار 1 تايمز ار 2 على ار 1 بلس ار 2 هي ضربهم على جمعهم. فبقدر انا اطبق هيدا الرول بس بحاله اذا عندي 2 ريزيستورز. اذا عندي 3 ريزيستورز ما بقدر طبقها بدي ارجع للقاعده الاساسيه وطبقها بحط 1 على ار ايكوفالنت ايكوال 1 على ار 1 بلس 1 على ار 2. وإذا عندي 3 resistors بحط plus 1 على R3. يعني هيدي أنا ما بقدر طبقها إلا بحالة عندي 2 resistors. فهون نحن من بعد ما نرسم من بعد ما نجيب R equivalent نرسم circuit محل R1 والR2 صار فينا حط R equivalent. عادة دغري بنرجع بنرسمها خاصة إذا عنا بالسؤال في عنا كذا part لأنه احتمال نعوز هيدي الرسم الجديد. طيب هون تعلمنا نحن كيف نطلع ال R equivalent لل resistance of the resistors. طيب ما بدي انسى كمان شغلة انه نحن هون عنا in parallel في rules كمان بقدر انا استعملهم اللي هي ال UPN equal UR1 equal U لل R2 according to the law of uniqueness of voltage. كمان بقدر طبق I equal I1 plus I2 ال current delivered by the dry cell equal the current passed through R1 plus R current passed through R2. يعني هون ال current بساوي I1 plus I2. كمان ما بننسى انه كمان فينا نستعمل U equal R times I إذا بدي طلع ال voltage على أي resistor. When the three resistors are connected in parallel the resistance of the equivalent resistor is إذا أنا بدي طلع ال equivalent resistance للresistors للresistance of the resistor طبق 1 على R equivalent بساوي 1 على R1 plus 1 على R2 plus 1 على R3. ال R1 هي قد 200 وفي عند ال R2 هي 470 وعند ال R3 220. فال 1 على R equivalent طلع معنا الانسر R equivalent طلعت معنا 85.67 ohm. منطلع على الكالكوليتر وبتطلع معنا ليه اللي احنا عملنا هيك لانه connected in parallel.
Application, consider two resistors, معناها ال R1 هي 5 ohm, ال R2 هي 10 ohm, are connected across a battery as shown in the figure. Calculate the resistance of the equivalent resistor. بدني طلع أنا resistance لل equivalent resistor. فأنا بدي أتذكر الرول إنه 1 على R equivalent, 1 على R1 plus 1 على R2 لأنه عندي 2 resistors. بحالة التو resistors أنا بقدر كمان طبق إنه ال R equivalent هي R1 times R2 على R1 plus R2 ضربن على جمعن. فهلأ بدي طبق الرول على ال given اللي معنا إياهن. بحط R1 and R2 are connected in parallel, then أول شي بحدد إنه connected in parallel وبعوض R equivalent. أكيد بكون كاتب الرول هي ال R1 هي 5, ال R2 هي 10 على R1 plus R2 بيطلع معي الانسر. هلا ليه طلع معي هون اوم؟ لانه الار 1 بالاوم والار 2 بالاوم. لو الار 1 بالكيلو اوم والار 2 بالكيلو اوم حتطلع معي اكيد هون بالكيلو اوم, واكيد ما فين يشتغلوا مع بعض اللي يكون نفس اليونت. اذا مش نفس اليونت بدي حولهم لنفس اليونت لا اقدر تطلع الريزيستنس او ذا ار ايكوفالنت واعرف اليونت اللي له. فاحنا اتفقنا انه بنحط بنرجع رسم جديد محل الار 1 والار 2 صار معي ار ايكوفالنت وصار عندها نفس التيرمينال مع الدرايسل, صاروا عندهم نفس التيرمينالز. Application 2, consider two resistors عندنا ال R1 equal 40 ohm, ال R2 equal 10 ohm, are connected across a generator as shown in the figure. The generator sends a current of current I equal 1 ampere. هلا لأنه هيدا الابليكيشن في كذا part فلحنا بنتساعد انه لحنا نحط دايما الجيفن على الرسمي, خاصة إذا السؤال بقلبه كذا بارت. فال I1 هي 1 أمبير حطيتها, ال R1 هي 40 أوم حطيتها, ال R2 هي 10 أوم. فشو معنى جيفن أنا حطيتها على الرسم لحتى لما أنا بدي أفكر بالبارتس اللي الموجودين بقلب السؤال بتطلع بالرسم وبتساعدني. شو طالع هون؟ طالب هون calculate the resistance of the resistor equivalent to R1 and R2. بدي طلع ال R equivalent. حلو, معي أنا ال R1 ومعي ال R2 فالموضوع سهل. فأنا هون شو هعمل؟ حطب الرول R equivalent هي بتساوي R1 times R2 على R1 plus R2. R equivalent هي بتساوي 40 times 10 على 40 plus 10 وبطلع الانسر أكيد لأنهم in parallel. بطلع مع الانسر. هلأ صار معي رسم جديدة, R equivalent هي 8 ohm طلعت معي 8 ohm بحطها على الرسمي. فبدي خلي هو الرسمتين معي وانقلهم معي للسؤال التاني للبارت التاني. calculate the voltage UPN across the generator. انا هلأ شو بدي طلع؟ ال UPN بتطلع انا شو معي given؟ معي هيدا الكرنت, معي resistance of the resistors والR equivalent هلأ طلعتها 8 ohm. لما انا طلعتها بحطها برجع على الرسمي كمان لتساعدني. طيب كيف بدي طلع ال UPN؟ إذا بدي أمشي أنا هون كيف بدي طلع الـ UPN؟ فكر أنا بأي فيجر, فكر إذا في استعمل هيدا الفيجر. طيب إذا أنا استعملت هون معي الـ UPN شو بتساوي؟ عندي في طبق الأومز لو U equal R times I, الـ UPN equal R equivalent times I. ليه عملنا هيك؟ الـ UPN هي الـ voltage على الـ resistor R equivalent. فال UPN equal R equivalent times I لأنه إحنا اتفقنا هلا الدرايسل والريزيستور اللي عنده R equivalent عندهم نفس الترمينالز اللي هن ال UPN. فبحط UPN equal R equivalent times I. فبدي طلع أنا مين؟ بدي طلع ال UPN. فبحط 8 times 1, ال R equivalent هي 8 وال I هي 1 فبتطلع معي 8 volt. فبرجع بحطها على رسمي لانه احتمال كمان بالبارتس اللي بعد استعملها. calculate the currents carried by R1 and R2. وهلا بدي طلع مين؟ ال current I1 وال current I2. طب كيف بدي طلعهم؟ بتطلع بالgiven اللي معي انا هون مع ال UPN مع ال current I equal 1 ampere R equivalent. طب بس انا بدي طلع ال I1 وال I2, اصلا بهيدا الرسم ما عندي I1 ولا I2, يعني اكيد بدي اطلع بهيدا الفيجر. طيب كيف بدي طلع الـ I1 والـ I2؟ طب أنا لا معي الـ I1 ولا معي الـ I2. لو معي الـ I1 ومعي الـ I بقدر طلع الـ I2. طيب أنا كيف بدي طلعهم؟ فكر أنا بالـ Ohm's Law. أنا بدي طلع الـ I
يعني انا فيني اقدر اطبق اليو على ار. طب اذا انا بطبق اليو على ار، هل مع اليو، اذا انا بطلع الاي 1 هل مع اليو 1؟ شو رايكم؟ اكيد معنا اليو 1. ليه؟ لانه هودي ان بارلل، انا طلعتها 8 فولت على اليو بيان، فهي زيادة هون رح تكون كمان 8 فولت، وهون حتكون كمان 8 فولت. معناتها انا صار معي انه لانه ان بارلل اليو بيان ايكوال يو 1 ايكوال اليو 2 ايكوال 8 فولت، مع الفولتج ومع الريزيستنس صار فيني اطبق الرول للار 1 عند اليو 1 ايكوال ل 8 فولت، الار 1 هي 40 اوم، فبطبق الرول وبحط اي 1 ايكوال يو 1 على ار 1، طبق 8 على 40 بتطلع معي 0.2 امبير. بدي انتبه ال 8 لازم تكون بالفولت، الريزيستنس لازم تكون بالاوم ليطلع مع الكرنت بالامبير. الريزيستور ار 2 مع الفولتج 8 فولت، الفولتج 8 فولت لانه قلنا اتفقنا عندهم كلهم نفس الفولتج لانه كونكتد ان بارلل. الار 2 هي 10 اوم، معناها بطبق الرول اللي بتقول انه الاي 2 ايكوال يو 2 على ار 2، اليو 2 هي 8 فولت، الار 2 هي 10 اوم، وبيطلع معي 0.8 امبير. بدي انتبه لازم يكون معي اس اي، يعني بالفولتج بالفولت، الار 2 او اي ريزيستنس، اي ريزيستور انا بدي اتعود الريزيستنس له لازم ريزيستنس يكون بالاوم لاقدر يطلع معي الكرنت بالامبير. verify the law of addition of current. شو هي law of addition of current؟ law of addition of current اللي بتقول i equal i1 plus i2، مظبوط. طيب ال i1 طيب معي ومع ال i ومع ال i ومع ال i1 ومع ال i2، انا هون عم بقلي برهن انه law of addition of current. كم مع ال i؟ انا هون كم مع ال i؟ 1 امبير. طيب اذا انا طبقت ال law of addition of current شو حيطلع لي؟ i1 plus i2، حيطلع لي الانسرز اللي طلعوا معي 0.2 امبير بلس 0.8 امبير، حيطلع لي 1 امبير. فمعناتها عملنا لها فيريفاي انه ال i equal i1 plus i2، فهي ال law of addition of current is verified. فتحققت ال law of addition of current لانه الكرنت اللي كان عاطيني اياه 1 امبير طلع جمع الكرنت i1 and i2.